Hello everyone, this is Chef Nato with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. بساعد على إنقاص الوزن لأنه بيحتوي على كمية عالية من الألياف وهي بتاخد فترة طويلة للانتقال من المعدة إلى الأمعاء وهي بتقلل الشعور بالجوع. نطحن الكمية المناسبة لإلنا، نطحنها ناعم أو ممكن نشتريه من المحل أو بنخلي المحل من عند العطار بنخليه هو يطحنه عنده أو بنجيبه مطحون وجاهز. هو كنز دفين من الفيتامينات الرائعة. النخل، الدقيق، نوضع 1 كوب من دقيق الدخن، قليل من الملح، وماء ساخن مغلي، ثلث كوب أو حسب الحاجة. بنحرك جيد، لو احتاج ماء أو احتاج دقيق نوضع حسب حاجتنا. هو احتاج قليل يعني حسب، لو ممكن يحتاج قليل من الماء أو قليل من الدقيق، دقيق الدخن. نعجنه جيد ونتركه لمدة 10 دقائق، هو خالي من الجلوتين. نتركه يرتاح 10 دقائق، بعدين بنعمله ال4 قطع أو حسب ما بدكم حجم القطعة. نوضعه على ورق زبدة وبنوضعه بالفرن على حرارة تكون عالية. مثل ما حكينا الحجم هو اختياري، ولكن هو لازم يكون صغير لأنه ما في جلوتين. هيك جاهز، هو كتير مفيد لتغذية الشعر. هيك جاهز، نوضعه بالفرن، والمدة لازم انتو تراقبوا المدة حسب نوع الفرن، يعني تقريبا بياخد 7 دقائق 8 دقائق. هو هيك شكله، هو لونه ما بتغير، لونه بضل مثل ما هو تقريبا، اللون تبعه مثل ما انتو شايفين. هو في له كتير اسماء، هو الدخن، البشنة، الجاروس، الإيلان، له كتير اسماء. دائما يجب استشارة الطبيب في اي طعام بدخلوا اي نوع طعام جديد، دائما استشيروا الطبيب، بالخاص للناس اللي عندهم مشاكل صحية. هيك بنعمله بالمقلة، ولكن هو بيرزق بالمقلة، هو حسب نوع المقلة. ممكن لو كان عندكم مقلة أفضل من هيك تيفال أو نوع تاني ممكن يكون أفضل، ولكن أنا جربته بالمقلة، هو بيلزق في المقلة. في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.